ما بنخلي توتر، بنخلي زميلنا عمر عمر طلال، طلال ما يتوتر عمر وهو طلال طبعا ناطرنا من مباشره من ونرجع. المؤتمر العام 2014 في النخله. عامر صباحك الله بالخير. نعم، صباحك الخير، صباح الخير للسادة المشاهدين متواجدين هنا في فندق أتلانتس، هذا الفندق الذي تستضيف قاعاته المؤتمر السابع للجودة في الشرق الأوسط. هذا المؤتمر الذي تنظمه جامعة حمدان بن محمد بن راشد الإلكترونية وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة. طبعا فعاليات هذا المؤتمر بدأت اليوم وتستمر حتى الخامس من هذا الشهر. هناك العديد من جلسات النقاش والحوار، أهمها التي تنطلق اليوم حول الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية المستوحاة من الأسلوب القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. معنا المتحدث الرسمي في هذا المؤتمر الأستاذ الدكتور طلال أبو غزالة رئيس جامعة طلال أبو غزالة. صباحك الخير. هلا أستاذ، صباحك سعيد بهذا اللقاء. نعم أستاذ، تخبرنا عن أهم فعاليات أو أهمية هذا المؤتمر. أهمية هذا المؤتمر، مسموح أبدأ بعتاب على الإعلام؟ لا، نحن نريد من الإعلام الذي نجل ونحترم أن يعطي موضوع التعليم نفس الأهمية اللي يعطيها للرياضة وللاقتصاد وللسياسة. أنا أعتقد أننا إذا أردنا أن نخلق جيل كما يطمح له قيادة هذا الوطن، التركيز على التعليم هو الطريق، لأنك في مرحلة لاحقة تصبح سياسي أو اقتصادي أو رياضي، بس في البداية تبدأ تلميذ. ففي مجال التعليم نحن في هذا اللقاء أنا أعتقد أننا تركيزنا على التعليم الذكي أو التعليم الرقمي هو موضوع مهم، لأنه سيحدد مستقبلنا في خارطة العالم. العالم في المستقبل ليس فيه مجال، كما قال بيل جيتس، ليس هنالك مجال لأي إنسان غير معرفي في أي مجال كان، سواء كان يعمل بالإعلام أو في المحاسبة أو في القانون أو في أي نشاط، يجب أن يكون محاميا معرفيا، إعلاميا معرفيا، معرفي بمعنى استعمال تقنية المعلومات والاتصالات. وبالتالي التحول إلى الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات، والذي نحن نتولى دور كبير في توجيهه على مستوى العالم من خلال دوري في الأمم المتحدة أو في شراكاتنا مع اليونسكو، وعلى مستوى العالم نقوم نحن بعملية التأكيد والتركيز على ضرورة أن تتحول كل مؤسساتنا التعليمية كما قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الأسلوب الذكي أو الحكومة الذكية، التحول إلى الذكاء. والذكاء هو الآن، الذكاء لم يعد أنه الإنسان يكون عبقري ولا فظيع التفكير، نحن نرى أن الذكاء أصبح أيضا منه ذكاء مصطنع اللي بنسميه الارتفيشال انتليجنس، والإنسان يمكن أن يخلق الارتفيشال انتليجنس، والارتفيشال انتليجنس سيتفوق على ذكاء الإنسان. بالنهاية نقول أننا بحاجة أن نتعلم من رسالة سمو الشيخ محمد بن راشد في التحول الذكي في هذه الإمارة وفي هذه المدينة لنطبقه في كل شيء. فنحن بحاجة لأن تصبح مدارسنا وجامعاتنا كلها جامعات ومدارس ذكية. وأنا هنا أحيي دور وقيادة جامعة حمدان الذكية برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد، حمدان بن محمد بن راشد، الذي يقود عملية التحول الذكي في التعليم. هذا عمل كبير وهام جدا، وأعتقد أنه يجب أن يكون في أولوياتنا، يعني مش أقل من أهمية الفوتبول ولا أهمية الأفلام والسينما. تخبرنا عن الطاقة الإيجابية، لجلسة العمل المخصصة للطاقة الإيجابية. أنا أعتقد أننا هنا يجب أن نتكلم، وأتمنى أن يكون هذا هو التركيز، على كيف نتحول من التعليم إلى التعلم. يجب أن يكون أسلوبنا في القيادة وفي التعلم وفي كل شيء أسلوب التعلم. أنت اليوم في عصر المعرفة لا تحتاج إلى أستاذ، وليس هنالك أستاذ في الدنيا يستطيع أن يعطيك أي جزء بسيط من المادة التي تستطيع أن تحصل عليها
إذا استعملت التقنيات المعلومات استعمالا ذكيا. احنا الآن 90% وربما 95% من استعمالنا لتقنيات الاتصال والمعلومات هو استعمال غير ذكي، لا نبحث عن معلومة أو لنرسل إيميل أو لنعمل شاتينج إلى آخره، هذا ما أسميه الاستعمال الغير ذكي. الاستعمال الذكي هو كيف تبحث عن المعرفة وتصنع المعرفة ومن المعرفة تصنع ثروة. نحتاج إلى مجموعة من الشباب من أمثال ستيف جوبز وأمثال زوكربيرغ يخترعوا اختراعا معرفيا واحدا ويصبح هذا الاختراع المعرفي. تفضل سيدي، أبدا بوجودك أنت الأساس. دكتور أرجوك. معنا الأستاذ منصور العور رئيس جامعة حمدان بن راشد الإلكترونية. تخبرنا أستاذ حمدان بن محمد بن راشد الذكية. تخبرنا أستاذ عن فعاليات هذا المؤتمر. أنا أعتقد أن هذا مؤتمرنا نحن السنوي في جامعة حمدان، نحن اتخذنا شعار عام لمثل هالمؤتمرات السنوية تحت عنوان إبداعات عربية Innovation Arabia. اليوم السنة هذه اخترنا عنوان عن استدامة مسيرة التميز في الجامعة، فبالتالي نحن شرفنا وعادة من المؤتمرات هاي أتيها أمثال سعادة معالي الدكتور طلال أبو غزالة وعلماء آخرين من هذا الإطار يعني يشاركونا. لكن أهم ما يميز هذا المؤتمر السنة هذه أن المؤتمراتنا السنوية بعد عبر 7 سنوات الماضية استطعنا أن ندخل مؤتمراتنا العلمية المحكمة إلى داخل مناهجنا التعليمية، إلى درجة بأن طلابنا اليوم ملزمين، جميع طلبة الماجستير وجميع طلبة الدكتوراه ملزمين بالمشاركة ضمن أوراق العلمية المقدمة، الملخصات العلمية، الملصقات العلمية، حتى يستطيعوا أن يتبادلوا مع أقرانهم مع العلماء يحتكوا فيهم. هذه المبادرة التحفيزية أسميها أنا اليوم لطلبتنا في مجال البحث العلمي بالذات ما يميز السنة هذه المؤتمر بالذات. اليوم ليس فقط طلبة جامعة حمدان بن محمد الذكي بل حتى طلبة الجامعات الوطنية الأخرى دعوا لمثل هالمؤتمر. نريد إحياء قضية البحث العلمي حقيقة، وهذا يمكن دكتور طلال كذلك يعني منذ سنين يعني طويلة يعني يعاني فيها، لكن نحن استطعنا أن نحفز الطالب أن يكون ملصقه العلمي هذا ضمن درجاته اللي يحصلها داخل مساق العلم اللي يدرسه، فبالتالي لابد أن يكون له حافز. فنحن نخلق مثل هذا جو التحفيز في 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 مثل هذا الإطار. فأنا أعتقد اليوم يعني ما يميز المؤتمر السنة هذا حقيقة بالإضافة لنخبة وكوكبة من العلماء يميز طلبتنا في جامعة حمدان، وسيدي سمو الشيخ حمدان قالها في القمة الحكومية، قال نحن عندنا قيادة استثنائية وعندنا شعب استثنائي. أنا أزيد طال عمرك وأقول عندنا طلبة استثنائيين في هذا المؤتمر. وأنا كما قلت سابقا أنا أشعر بفخر بأن جامعة حمدان الذكية بإدارة هذا الرجل الكفؤ وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد تقود عملية التحول الذكي في التعليم الجامعي في المنطقة العربية كلها وليس فقط في دولة الإمارات. أنا أريد أن أطلب من هذه القيادة نفسها أن تقود عملية التعليم الذكي الأساسي. يجب أن نبحث الآن كيفية تحول مدارسنا لتصبح مدارس ذكية وليس فقط جامعاتنا، وإحنا فخورين بهذه الجامعة. الأستاذ دكتور طلال أبو غزالة والأستاذ منصور طبعا شاكرين تواجدكم معنا في صباح الدار، شكرا لهذه المقابلة. شكرا لك، سرقتنا من الداخل. نعم، نعود إلى الزملاء في استديوهاتنا هنا. طبعا هذا المؤتمر مستمر كما ذكرت من 3 حتى 5 من هذا الشهر. أعود للزملاء في استديوهاتنا في صباح الدار. عامر يعطيك العافية، والصراحة نبارك لك ونخبرك يعني هذا الخبر الجميل بأنك أنت دخلت موسوعة جينيس في أطول اس ان جي في العالم، وشكرا لك أنت وضيوفك. ونشكره على أنه يعني أعطانا هذا اللقاء مع قامة مثل طلال أبو غزالة. بالفعل الأستاذ منصور العور بعد يعني والأستاذ منصور العور يعني قامتين مش من السهل الحصول.